وبشري عدس بطلتين دينا وبشري وبشري. أسرع توقعات عملتها في حياتي محمد نور. عايز اعرف من حضرتك ليه كتاب عن حريق القاهره اليومين دول تحديدا في 2018؟ هو في ناس كتيره بتتساءل هل يعاد التاريخ نفسه ام لا. انا في رايي ان التاريخ يعيد نفسه في بعض المشاهد وليس كل المشاهد. بنتكلم عن استاذ شريف عارف، وهو ليس فقط مجرد صاحب لانه انا فعلا قبل ما اجي اناقش الكتاب استمتعت جدا بقراءه الكتاب، لانه حسيت بانه جزء منه الجزء القصصي، يعني كان في اللغه الصحفيه اللي تخليك من اول ما تبدا لغايه ما تنتهي وانت مستمتع جدا بالكتاب وبتشعر كانه في قصص جميله انت بتكملها، مش وثائق وده هنتكلم فيه كتير. لكن قبل ما اتكلم عن كتاب 26 يناير حريق القاهره مدبرون ومنفذون لشريف عارف، مديرا للادوات عبر المصنعات الصحفيه وعضو الجمعيه المصريه للكتاب والنقاد السينما، له العديد من المؤلفات التي تمتاز الحقيقه ليس فقط بالحس الصحفي والحس التاريخي ولكن باعاده قراءه وتوثيق الكثير من الاحداث التاريخيه التي مرت بها مصر، فالواحد ممكن يعتبره مؤرخ من المؤرخين المصريين. استاذ شريف له المؤلفات من اهم المؤلفات سنوات في البلاط الملكي، ذكرت مذكرات حارس الملك فاروق، ويمهد الاستاذ شريف عارف يقدم لنا بص ونبدأ على الكتاب. سنة 61 أنتج فيلم في بيتنا الأول عن رواية مهمة جدا للأستاذ حسين عبد القدوس، وهي رواية في بيتنا الرجل وتحمل نفس الاسم. أنا في رأيي لخيمة هذا الكتاب أنه يدعو إلى التحريض على التفكير أولا، التحريض على التفكير أولا، التحريض على التفكير أولا، ويفتح باب لكثير من التساؤلات. يعني اللي يقرا الكتاب ده ان يعرف ان بعد ثوره 25 يناير 2018 تاكدنا من الذي حرك القاهره. النقطه اللي انا عايز اتكلم بيها انه لما احنا بنبص للتاريخ مش بنبص له من حيث هو تاريخ فقط، احنا بنبص للتاريخ علشان نعرف احنا فين دلوقتي ونشوف احنا فين. لما تيجي تشوف احنا كنا فين ودلوقتي احنا فين، هتلاقي برضو التنظيمات اللي كانت موجوده قبل 52 هي ما زالت التنظيمات الموجوده دلوقتي، الاشتراكيين الثوريين والاخوان المسلمين وجماعه الليبراليه ما اعرفش مالها، ونفس الضحاله كمان. كل حدث وراء فلسفه ورؤيه، فاحنا بنقارن بين الحدث 26 يناير 52 و 26 يناير 2050 و 26 يناير 2011. في شيء في النص ياخذ نفس السمه بالظبط، بس احنا ما خدناش بالنا كشعب. احداث حصلت سنه 71، سنه 71 تم حريق الاوبرا وحريق المتحف محمد علي وحريق البورصه في اسكندريه في نفس التوقيت. ده يعني اذا بالتالي ده بيقول ان الفاعل لابد ان يكون صاحب فكره موحده. Altyazı M.K.